ايبي جيمنج وفيديو جديد. اوعى يا شباب اوعى، شكرا جدا على التفاعل بتاعكم الجميل والله العظيم فرحان. ايه ده مين ده؟ تعالوا نسلم. ايه ده؟ انا ما اعرفش، انا كنت المحقق. انا المحقق، اهلا بيكم. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا طبعا مستخبي في مكان مش عارف ايه، مكان غريب ده فيه سريرين. اوه اختي هنا قريبه مش عارف هي دي ولا ايه. اوعى حد يموتني. كم هو الواد عايز يموتني ولا انت عايز تموتني ولا ايه يا جدع في ايه؟ اوه ايه ده؟ هلا هلا يا اوه. ايه ده انت معاك ايه؟ اوه عيب مع السكينه يا حبيبه. اوه يا نوتي، اجري نط من فوق. يا لهوي على النوتي ده، انا بنط اهو. يا نهار ابيض، طب ايه ده؟ اوه يا لهوي يا شباب، بسرعة نطلع كده. الباب بتقفل بين مع بتاع المسدس ولا حوالي. فين المسدس اصلا؟ المسدس واقف تحت في مكان لونه احمر. يا نهار يا شباب، لازم استخبى. لو شوف يا شباب، غدر بخت يا شباب. في ده في حد ضربه بمسدس. انا عارفه هو فين. اوه هو فين بقى؟ انا عايز اشوف اللي ضربه. مين اللي مع المسدس؟ اشوف اهو اهو. عايش يا شباب عايش. يلا 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 احنا خلينا معاه يا شباب. يلا يا نجم، يلا يا برنس. اوه بحسبك انا عشان تجري عليه يا عم. والله ما انا مش انا مش انا مش انا يا جدع صدقني. ايه ده فاكر اللي هو انا يا شباب وانا مش انا؟ ازاي انا مش انا؟ خليني. ياه هو فين حبيبي؟ في انهي مكان؟ انت متابعاه؟ اه انا متابعاه بره. بليل خفيف قوي، انت لو طلعت هتلاقي في وشك. مين اللي فاز كده؟ السكينة. اوه نط يا بليل نط. ما خلاص، ما انا خلاص هو السكينة كسب. انا متضايق يا شباب الصراحة. اه بس يلا بينا يلا بينا بقى، حماس. وما بين مين المجرم؟ مش هسيبه يا شباب لو انا مجرم، عشان انا. ايه ده محمد طلع؟ محمد ده محمد كان لعب معانا ماب قبل كده. هلا هلا هلا، احنا المحققين اللي فزنا. وايه ده تصور؟ ايوه يا شباب. ايه ده انت فين؟ ايه ده انت اختفيتي ولا ايه؟ انا ايه يلا يلا يا شباب، وصلوا الفيديو ل100 لايك عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات اليومية يا شباب، وان شاء الله فترة كده وننزل كمان كل يوم فيديوهين كمان. ايه رأيكم؟ يا رب اكون مجرم. ايه مش انا المجرم يا شباب السعادة. طبعا يا شباب بقى ابدأوا يا شباب، تابعوا اعملوا اشتراك للقناة التانية اسمها اي بي فيديو. القناة دي يا شباب هنزل عليها برضك جيمنج والعاب بس بالفيس كام يا شباب، يعني بوشي هناك، لكن هنا ساوند بس. لكن هناك هتعجبكم جدا يا شباب، العاب هناك جديدة بقى. مين ده؟ والله العظيم حاسس انه ايه ده، بيفتح ويقفل. اه انت بتعمل كده. اوه انا خايف صراحة. ايه ده؟ ايه الحاجات اللي فوق دي؟ حلو اول الحاجات اللي فوق ده يا شباب. ايوه بقى اهو هو بيفتح اهو. استنى الباب بيفتح، افتح سمسم اهو فتح اهو. يلا يلا بينا يلا بينا. يا لهوي المكان ده مرعب يا شباب. يلا بينا يلا بينا. انت فين انت فين؟ هو بس حد يموتك. ايوه شفت بتاع المسدس. هلا هلا هلا، هقول لك انا المجرم بقى. هلا مين المجرم يا شباب؟ اوعى يكون اللي ببالي. استنوا كده ندور على المجرم. عايزين نعرف بس مين في واحدة في واحدة شبهك جدا يا حبيبة. استنى كده. ايوه بقى سبايدر مان. ايه سبايدر مان سبايدر مان تي 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 تي. اوعى اسطوريه ولع اختي تالت على الماب. هو ده الكلام المفروض؟ انا نسيت اللي انا محقق يعني. بس لازم دلوقتي نظبط. ايه ناخد بقى كم؟ ايوه البت دي يا شباب. ايه ده البت الاول عمال شك فيها قوي قوي، البت اللي قاعده فوق دي. واحد بيقول مش انا والله. اوه مين؟ في حد فينا غدار؟ مش اكيد يا اوه
اوه اوعى يا محترف، ده عرف منين ده يا ابن اللذينه؟ عاش قوي يا والله الواد ده بطل يا شباب الواد ده. ده انتوا لازم بقى تحطوا لنا لايك. ايه ده كلنا وقفنا فوق بعضينا. اوه عاش عاش يا ابطال، عاش يا ابطال، هو ده الكلام. ايوه عاش عاش. ووو نفسي انا بقى اكون المجرم يا شباب، نفسي انا بقى اكون المجرم او يعني حتى اللي هو اللي معاه مسدس اي حاجه. اما بات ايه ده انت بتعرف منين صح؟ اقولك اوب اوب يا لهوي كتير. يا لهوي يا نهار ابيض. يا رب بقى يا رب. اوه معايا المسدس ومعايا المسدس، بس كده يا شباب هتشوفوا بقى الاحتراف. يلا يا شباب عشان هتشوفوا الاحتراف ان ايه. يلا يا شباب نركز كده، اكيد ان انا محقق بس هركز كده. لازم نركز يا شباب، لازم يكون في تركيز. مش عايز اي حد ايه يقرب مني عشان انا قلقان. ايه يا بنتي اللذينة، يا لهو على الغدر يا شباب. شوفوا يا شباب اختي قاعدة جنبي وبتزاولني. ماشي 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 كويس كويس جدا. اختي قاعدة بتضحك جنبي وانا بقول هي بتضحك ليه في ايه؟ مش فاهم انا بقى، مش فاهم حاجة. واتفاجئ يا شباب الاخت اللي معاها السكينة. يا نهار ابيض. طب شوف بقى كده ايه ده، ده كده ده لو شباب كده اختي هتكسب. اوه با يا نهار ابيض، كلهم بيقصوا خايفين منها. اختي المجرمة حرام، اختي الغدارة. اوبا خلي بالك، اوبا اوبا دي مش خايفين منك ولا ايه؟ هجوم عليهم يا اختي، هجوم. ايه هجوم؟ اوعى تروح ياخد المسدس. مش هيقدر ياخده. خده والله. خدوش. في حد خده بقول لك. ده بس تموتني، ده انت هتموت. هو ده الواد، هو ده الواد. مين اللي مات؟ اللي حصل؟ ايه ده مفيش حد حاجة، ايه ده ايه ده؟ هو تحت تقريبا. هو ده نزل تحت. اوب وجوم وجوم وجوم. اوه يا لهوي، ما بقولكم مش انت كنت حارس على المسدس؟ اوبا يا شباب يا لهوي يا شباب، اختي ماتت. مش هسيبكم يا لهوي يا شباب. عاش. ايه عشان اخسر ده؟ يا لا عشان اختي هي اللي كانت، يعني اختي غدرت بيه وانا مش عارف، يعني مش انا اتفاجئت الصراحه. إيه انت يا كابتن ملل؟ ملل ملل ايه؟ تعالى نقعد شويه عشان انا زهقان. ايه ده مين اللي عامل قومني يا عم؟ مين اللي قومني؟ يلا بينا نور. طب يلا بينا نور، يلا بينا. متحمس جدا شاب، نفسي انا اكون المجرم مره ده، انا هوريك. بس انا اتغفلت عشان اختي يا شباب والله. والله عشان اختي. اوه يلا بينا نقعد. فين؟ اقعد دوس دي. لما كل ما تدوس دي بال اكتر اقول لك اعمل ايه؟ بيحصل ايه؟ انت مثلا ممكن تطلع انت مجرم. انا بطلع مجرم كده. اوه اوه يا لو حاسس كل دول معاهم السكينه مش عارف ازاي. ايه ده ليه حاسس ان هما دول؟ ليه سامع حد؟ انت والله ما انا موت. مين مين؟ كنت عارف ان هو، كنت عارف ان هو. ده بيرمي، ده بيرمي السكينة السكينة كمان. ما انت لو معاك السكينة يا زكي تقدر ترميها. يا هو معايا. ايه ده؟ هو انا بصراحة ما كنتش عارف. هو ده اللي معاه مسدس تقريبا. ايه ده؟ المسدس ميت، المسدس ميت. فين بقى؟ وانا ميتة قدامك. حرام عليك. انت اللي معاك مسدس يعني؟ لا
يا لهوي ده عامل حماية. أجيبك بعرفك أجيب. اوه خدته. والله ظلم. مش والله بصي ازاي شفت مش خدته وطلعت اجري؟ اه ايه بقى ضربني ازاي؟ هو يا اما هدف عليك السكينه يا اما نط معاك وموتك. نط معايا؟ نط معايا ازاي؟ هو اصلا كان بعيد ولا جه ورايا؟ لا نشوف الواد النوتي ده. تعال نشوف هو فين. ايه ده تحت؟ يا لهوي قضى علينا كلنا. شوف شوف. اوه يا ابني لذينه. بص 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 موتك. انا معاك تحالف موتي. بس اوه 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 موتي موتي وعملها تبقى اسطوريه. موتي ايه ده؟ مين دي؟ ها ايه ده؟ في ايه؟ في حد بيعمل كده؟ هو كان هيموت. بص الواد هيموت. يا لهوي ايه ده؟ بص ازاي؟ انا حاسس ان هو بيرمي السكين عليا. ده طالع على فكره هيفاجئه وهيطلع له. هيطلع له يا شباب ولا ايه؟ هو هينط ازاي؟ هيطلع له ولا ايه يا شباب؟ روح فين ده؟ ايه ده؟ ده راح يعوم مش وقت عوم. يا لهوي يا ملل يا ملل. غدار المجرم. انا التالت عماب. شفت ليه انا التالت عماب؟ وانا كمان يا شباب بحبكم كلكم والله. انا الكام على الماب يعني مش وحش. بس انا التالت عماب. ايه يلا بقى نور. اوس يلا. لا لا بلال قوم يا بلال مش وقته تنام يا عم. اوعى بقى عايزين نرقص بقى. ايه ده؟ اوه يلا بي يا عمي الحلو. انت ايه فرحه فرحه؟ ايه دي له مهرجان؟ ايه دليله؟ يلا يلا. ايوه بقى يا شباب هو ده الكلام. ووو طبعا يا شباب بقالنا فتره فعلا مش بنلعب ماب مين المجرم، فالحب اللي احنا نلعب ماب مين المجرم كتير. وصلوا فيديو ال 100 لايك عشان نلعبها كتير ونعمل بقى جيمات اسطوريه. ويلا بينا يا شباب متحمس جدا. انا برضك المحقق. المحقق ملل دن دن. ايه عايز تضربني ولا ايه؟ اوعى إيه براح. ايه بص المكان السري ده. تعال بص الوضع دي صح مش جوله. عدي منها. اوه ايه ده؟ حد عم مسدس. اقول لك يا بنت تعالى فين ده كريم من ورا. بص من ورا. بص بس انا شايف. اوه ده عايزين ترقصوا. طب يلا بينا. طب يلا بينا بينا نعمل حفلة. طب يلا بينا. بس يا صاحبي بقى ايه ده مجرم؟ خلاص يا حام. هو ده مجرم ولا مين ده؟ طب يلا طب يلا بينا بينا نعمل حفلة. طب يلا بينا بينا نعمل حفلة. اوعى رقصة. يلا نسيبكم المجرم. اول ما يجي المجرم نطلع نجري. سبك تعال بتغص فرحان. وانا رايح وانا رايح اعمل تحقيقات عشان اخد المسدس والموبايل. انا وانا انا وانا وصحابنا بنقص. بقالك ساعة. انت بجد ممل. اوعى الرقص الرقص الرقص. اوعى الرقص الرقص الرقص. يا رب تموت يا رب تموت يا رب تموت. هو فين المسدس طيب؟ المسدس موجود معايا. لا ما انت وانت فين طيب؟ بس انا خدته منك هناك. اوعى الرقص. انا بقى دلوقتي هو فاكر ان احنا كلنا قاعدين بايه؟ هتموت هتموت. فاكر ان احنا قاعدين هتموت. اهو بتاعي اهو. مسدس اهو مسدس اهو. يا بلال ما تروحش هناك. هو في ايه؟ خليك واقف هنا لحسن ممكن يزولك او يجي من وراك او يحصل لك حاجه فجاه. مرحبا.
هلا 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 اللي اللي ايوه يا عم يا عم، يلا بقى نرقص من هنا بقى يا شباب، من حقنا نرقص احلى رقصه بقى للاساطير، واحنا اللي كسبنا، احنا اللي كسبنا. ولع عايز ولع، ناكل او اكل ادي على ادي المستوى. له ابطال حبيبي. ايوه هو ده الكلام، لا بعد احنا نرقص رقصه، ادي له بقى رقصات، هو ده الكلام. ايوه بقى تي تي تي، انا بعمل لكم موسيقى. لا تيني تيني تيني، ايه يا عم يا جدعان، عايز ارقص سيبوني تي تي يا عم يا ايه تي تي تيني 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 تيني، دي بقى خلينا نرقص. عايش يا شباب، هو ده الكلام. ايه ده، ده في ايه، في كله كلكم عليا ليه؟ يلا متحمل، انا المجرم، قصدي انا مش المجرم، اقعد فين؟ انا نزلت ميتة. اوعى يلا نرقص، تري لي اللي اللي تري لي اللي اللي اللي، اوعى عشان دلوقتي المجرم لو شافنا كده هيكسحنا. بقولك انا نزلت ميتة، اللي معاه السكينة دلوقتي مات المسدس وانت مت بس معاه. هو خسر كده، هو كده خسر. فاكر ان انا انا المجرم، ميتة هلا نزلت لا ميتة. فاكرني. ايه ده، هو ما خسرش ليه؟ المفروض يكون خسر. ايه ده، ما هو مش عارف خسر فين، ما جاش اي حاجه ليه. خسر قلتلك خسر، ما لازم يا اما السكينة يموت ويموت كل اللي معاه، يا اما المسدس يموت السكينة طب فين بقى اللي معاه السكينه؟ يموت. انا مش باين، المفروض اللي هما كده خسروا يطلعوا من الجيم. لا طبعا لازم السكينة يموتهم كلهم يعني كده بتاع، بتاع ويموت. كده بتاع المسدس خسر. خسر بس هنا يموت ويقدر ياخدوا منه المسدس. ايوه تمام. فهمت. اوه محمد جيم جيم، عم مسدس، الحمد ركز لله بقى، خد ركز المسدس، ركز خد المسدس. ركز يا بطل. طب ايوه ركز يا بطل، السكينة اهو، السكينة شفته؟ قدامك، قدامه ايه ولا ده، ايه ده، لا ده معاه دب، اللابس اسود، اللابس اسود هناك، والله ده ولا مش هو، مش هو معاه دب والله، بس مع السكينة. الدب شبه السكينة. ركز حبيبي، حبيبي قلبي اللي مش بيقول عايز اي جيمنج، كيلد يو اي في جيمنج. انت بتقول ان انا، انت قتلتني، ما انا مش انا اللي معايا المسدس، مش انا اللي معايا المسدس. بيقول ماي نيم از خالد، اوكي ماي برو، نو بروبلم، ما فيش مشكلة يا صديقي. اوبا، ايه ده، ده ماسك ايس كريم ولا بتاعته معاه السكينه، قلت له ايه الايس كريم ده مش عارف ازاي. يا نهار ابيض يا شباب، اوعى اوعى اوعى، ايه ايه، اجري يا عم مجدي. مجدي مين؟ مش يا جدعان، طب مين اللي معاه المسدس؟ ده اللي معاه مسدس قدامك اهو. لا قصدي اللي معاه السكينه، مش باين خ او مين مين مش بقولك حاسس ان هو ده، لا مش هو ده، الناس كلها لابسه اسود كنتش اصلا. حاسس ان ده، اوعى كنت حاسس ان انا بس الاسود اللي وراه، هو ده كنت عارفه اكتشف. الكلام، هو ده الكلام يا حلو. اللي لا مين فوق ده؟ من ده، كل الناس بتفوقيه فوق بص، والناس كلها بتطلع فوق بعضيها اصلا. ايه ده؟ بس دي احلى رقصة، رقصة رقم واحد، دانس واحد، وهو ده بقى، هو ده الكلام. مين غلس قتل بلال؟ واحد اجنبي تقريبا، مش عارف يا شباب، واحد كده اجنبي تقريبا، مش عارف الثاني اللي مش عايز اقول يا عم، ما تخلينا ارقص. طيب يا اولاد اللذينه، طب انا هنط فوقيكوا بقى، هنط فوقيكوا يا شباب، كله بيقول لي اقبل اقبل، يعني اقبل ايه بالظبط؟ المفروض انا اقبل. طب صداقه يا شباب، المفروض ان انا عندي 2 صديق، فمش عارف اقبل اي اصدقاء تاني. يا رب بقى، انا مجرم، وده يبقى اخر جيم يا شباب، وننهي الفيديو ده يا شباب، اخر جيم وننهي الفيديو، وسبحان الله انا المجرم، احلى جيم، ونختم بنهايه سعيده. ايوه نهايه سعيده تبقى نهايه حزينه ان شاء ايه ده، حد ضرب يا حبيبه؟ احسن لو تموت يا رب. انا عارفه انت فين، وجايه لك اهو، تموت بتاع المسدس احملك عليه. ايه ده، مش هو ده، مش هو ده، مش هو. ازاي ازاي هو؟ استنى بنا رايحه. ايه ده يا حبيبي، ازاي والله العظيم هو، مين اللي رخم ده في الباب؟ سبحان الله، مين اللي رخم ده في الباب؟ يا باب يا باشا، ما تروح الناحية التانية. انا بدور والله، مش عارف اروح الناحية التانية ازاي، ولا انا حاسب ممكن اروح الناحية التانية وافتح الباب. انا مش عارف ازاي اروح الناحية التانية. صح
ممكن اروح كده، ممكن تعال نجرب. ايوه بلال جه. ايه ده؟ بوم بو. ازاي هو؟ اهو بلال شفته. بس هو خلاص معاه. احملك عليه لا يجي. اهو انا دي خليك واقف. اوه هو ده الكلام. مسدس يا بلال. ياه مش موجود. فين ما ادورلك عليه؟ فين فين يا شباب؟ في حد يا شباب خد المسدس؟ انا موت الاثنين دول. شك فيهم هما الاثنين. موتتهم. انا موتتهم يعتبر كلهم. عاش يا شباب اخر جيم حماسي. معلش يا شباب لو انا بقتلكم، بس انا متحمس جدا. انا انتوا عارفين ان انا ببقى كل يعني كل فين يا ببقى كل فين وفين يا شباب المجرم. تعالى يا بلال عندي. بس عشان هو هي جايه اهي. هي جايه ايوه بس. بوم مرحب. ايه ده؟ انا موتت كلكم؟ موت تاني. بس انا كسبت. موتكم كلكم. يا شباب انا اسف جدا يا شباب، اسف جدا ان انا موتكم. انا هكتب اهو كمان، انا اسف جدا عشان انا موتكم كلكم يا شباب. اسف بجد يا شباب، حقوا عليا. معلش يا شباب انا موتكم كلكم كلكم. فبس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ويلا بقى رقصه. لا مش عايز قعده، انا عايز رقصه. ما تنساش بقى تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. بس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج وسلام.